لو انت اول مره تشوفني في حياتك راح تكون اخر مره بحياتك. هلا شباب، This is سلطان عبد الله. Today it's gonna be really amazing video في هاليوم الرهيب. مستقبلين معانا ابراهيم ملص. عرفنا عنك ابراهيم ملص. ابراهيم ملص طيب نزل اسمه. لا والله بس انا انجرحت وخلص رح ارجع مره ثانيه. لا 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 لف عليك والله اني عارف اسمك. لا the only reason why I didn't pronounce his name، تعرف ليه؟ لان قلت انا ممكن انت ما حاب تقول ابراهيم ملص، حاب تقول شيء ثاني حق الانستغرام او شيء. اعلى برجع مره ثانيه. هلا شباب، ديسي سلطان عبد الله. Today is gonna be really amazing video with ابراهيم ملص. يا عرفنا عن نفسك ابراهيم ملص. انا ابراهيم ملص. بدك زيادة؟ طيب انا ابراهيم ملص بشتغل بالاعلام، حاليا انا صحفي. اللي طلبوا مني عبود او سلطان، هو يحب يلقب حاله بسلطان، انه نحن نعمل رياكشن لفيديوهات، ولكن انا كوني بشوف فيديوهات عالميه يعني مثل تفجير وقتل وجرح، بطل عندي دم، بطل عندي برد، يعني الرياكشنات صراحه للاسف نحن تحولنا مثل روبوتات يا سلطان، فاتمنى انه انا رح اقدر اتفاعل مع الفيديوهات او الفيديو اللي نحن رح نشوفه هلا. لو انت اول مره تشوفني في حياتك رح تكون اخر مره بحياتي. او ماي جاد واو. لو انت اول مره تشوفني في حياتك يا مرحبا بك، ولا تنسى تشترك وتفعل الجرس حسب توصلك كل جديد اول باول. وانا على فكره اكبر فان لك يا سلطان. عفوا عليك والله، ثانك يو سو ماتش. وحسبت نوصل 10,000 مشترك ولا تبغى شيء؟ لا هلا 10,000 هذه بالبدايه ولا شو؟ اي احنا نبغى مليون. احنا بدنا اوف مليون طبعا. ليش؟ ثينك بيج مثل ما حكى الشيخ محمد بن راشد، اولويز ثينك بيج. على بركة الله. اليوم we're gonna watch memes. بركة الله. I love that. طبعا هذا بسبب العولة، ما بتعرف نحن ما بنحكي لا انجليزي ولا عربي، بنحكي على بركة الله. Yeah, I wanna be curious. What you think we're gonna watch? اليوم بنشوف memes. حنعمل بوز شوي. صراحة أنا هذه الشخصية سلطان يعني أكثر شخصية عن جد عن جد عن جد بحبها بمواقع التواصل الاجتماعي، لأنه هو تعرض كثير لتنمر. نفس الشيء. أنا ما أظن إحنا فينا نضيف على التنمر اللي هو تعرض له إنه نقدر نحن تو رياكت تو أو نتفاعل معه. صح. فشو رأيك نعمله سكيب؟ أي شيء نحكي بنسويه. أنا والله ناسي شو اسمه، كان يعني دائما في بالي ولكن نسيت، ولكن تحياتي له وأكيد رح يشوف الفيديو. لو بتشوف هالفيديو بنحييك من هالمنبر، وما عليك من كلام الناس. سموه اسطورة العزيزية. اسطورة؟ ايه اسطورة. سؤال بس والله هو فنان والله. ما عليك من كلام الناس، ان شاء الله you're gonna reach to something. You're already good. يعني انت وصل لمراحل نحن بوسط الاعلامي بنتمنى نوصل لربعة. صح. فيعني الانجازات اللي هو حققها اكيد فخور فيها. يا جماعة ميمز، رجع ميمز. يلا نسوي. قلت لك نحن دائما نحول الموضوع لصحافة. تنمر يلا. فتنا بقضايا إنسانية، رح نفوت هلا بهيومن رايتس كمان. هو كوميدي، إنسان كوميدي كمان. أي نو. بس أنا عم بحكي في جانب، لأنه هو مرة طلع بمقابلة وحكى إنه هو رح ينتحر بسبب التنمر اللي عم يتعرض له بالسوشيال ميديا، وكان عن جد رح ينتحر وحاول إنه هو ينتحر. فلا لازم نحن ناخذ بريك شوي. أنت بتعرف شو المشكلة؟ أنا عن جد حيوصلت الضوء عنك، عن جد سلطان. العالم ما بتعرف إنه في شيء اسمه يعني السوشيال ميديا قاعد عم يجيب كل الامور على ارض الواقع، عم يجيبها على السوشيال ميديا بغض النظر لانه ما عم يواكب او ما عم يحط اي حدود للعادات والتقاليد ونفسيه الشخص و و و و مما كثير ناس عم تتاذى من التنمر اللي عم يصير على السوشيال ميديا. صح. واحد بيحكي كلمه عن جد لها معنى لها وزنها، فيعني احنا لازم يعني نفكر قبل ما نكتب الكومنت 100 مره. انا تفلسفت شوي. صح. بس حنكمل الميمز، نوعدكم رح نضحك مع بعض. كل الأشياء بنحطها في آخر الحلقة إن شاء الله، وحنسبق الميمز حسب اللي حاب اللي حاب يسمع الكلام يسمع في الأخير، اللي ما حاب يسمع يشوف الميمز. حاجة يتكلم وأنا بعدين كمل ميمز ميمز وبعدين رجع أنا بتكلم الموضوع. معناه أنا قلت لك رح أحول من ميمز لأخبار، مش بإيدي عادي رح أحول أخبار. حلقة ليش قاعد يرقص؟
مصابر مصابر هو ما مر رياك لفيديو نحن نعمل رياك لزيرو صح؟ الحياة هي ها لك يا ليش تحمسه؟ شو السالفة؟ ها؟ هو أصلاً عبدين جدار بس هم مركبين على أنه شكله تركيب طبعاً وراء الشيشة هو أكوديشن هو غني عن التعريف عم يعطي كومنتر على كيف قاعد نسجل وقاعد نسجل في استوديو حقه صورية صحيح اليوم أول مرة ندخل عنده على الاستوديو مثل ما أنتم شايفين هيدي رح تكون انطلاقة كتير كبيرة لعبود بإذن الله ونحن كتير متحمسين عبود للمحتوى تعال 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 تبين شوي وعبود عبود ليش نحن عم نحكي عنه سلم عليه هاي فنزل يلا 3-2 اسمع راكب التركيب Oh my god James Charles Whoa Oh 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 my god! هذه كثير قديمة هالفيديو هذا للمين تحديدا تقدم إلى الأمام نحن معك سوف تصل أنت تستطيع هذا النيو واي اوف اديتنج جلتش شو احط هالاشياء ولا لا انت شو رايك اي دون نو مان ذيس از ات دوز انا خاطري مش حراتي عندهم بس حق ايه اللي بيوقف وجوه اللي صحيهم في السحور صح؟ يا ابو طبله اي لا حول يلا اعملها منيح صدمه كبيره يا ولد قد بطل يا رب بده يوقف ليش وقف انا صار معي تقريبا كثير قريب من هذا الموقف ايش والله؟ اقسم بالله شو صارت؟ لونج ستوري يعني قصه كثير طويله بس ان شورت انا ضيعت الفوتبول تبعي كانت بعدين لقيناها بفيلا قريبه من المكان وفجاه بنفتح نحن بالفيلا بندق الجرس بيطلع لنا الخادم اللي بيشتغل بالفيلا بعدين قلت له ليك في ورا حسب ما قالوا لي الشباب انه في ورا فاتت الكره لجوا هو قال لي اوكي افسر حروح اجيبها وبيركض على اليمين كلب بوليسي نفس الفيديو اللي انت شفته هو اعلى بيركض اركض 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 طلعت اركض وهو يلحق وراي وين في مكان لحتى صاحب البيت عليه كلب لا الكلب البوليسي كان موجود قدام الفيلا
صح البيت ما كان موجود، كان الخادم اللي بيشتغل جوا. الكلب بلش الحان عبود لين السلطان، لين ما انا كنت ياخذ يمين ما كنت عم حس، لين ما انا كنت ياخذ يمين فت بالحيط وقعت على الارض. بس ما وقعت على الارض، راس الكلب كان فوقي قاعد عم قصه شوي كان بيقعد لحتى مين بيجي المدرب تبعه بيجي بيطرشوا كف للكلب البوليسي وبيفوتوا جوا. اوف انا شو صار فيني، انا كسرت ايدي وهون كمان صار فيني ضرر. طبعا انا من شده الخوف والرهبه ما كنت حاسس فيها الا ما بعد شي 5 أو 6 ساعات من الحادث. او ماي جاد ات واز اي نو، بس انا بعرف اكزاكتلي شو كان. ما كنت حاسس بعد، لانه بس انا خبطت الحيط وقعت على الارض من حراره الضربه. لا ومن من الخوف تجاه الموقف اللي انا كنت عايش فيه. خلاص انا بدي اعيش، ما بدي اموت، اي وانا ليف. شو ما بيصير فيك سبحان الله مان، كيف عقليه او الجسم كيف بيشتغل. المهم نكمل. اوه دام ما اقدر اكمل الحين خلاص. اشعرت لك بعد هناك يب، بس عندي فوبيا من الكلب. كمل. احلى اوترو بالعالم. اي والله بيزبط على كل شيء. الحمد لله بخير. فيني اعزبك؟ طبعا تفضل. اللهجه هي لهجه كسروانيه، وهي اكثر لهجه متداوله بالوسائل الاعلام اللبنانيه، فالعالم تفتكر انه خلص لبنان كله بيحكي، يعني حسب الميل اللي احنا عنه. بس كونك من الشمال لبنان نحن بنحكي لهجه مختلفه 100%، فلازم كل واحد يحترم لهجات الثاني. هلا هذا دعابه على اللهجه نحن بنحكي عنها، بس للاسف ناس بتنمر كثير على هذه اللهجه وعادي لو بده يعزمك بهالطريقه. اللي هي فيني اعزمك؟ هذا مصطلح احنا بنحكيه. انا ما ولا مره شفته، انا شوفه يعني فيني يعني كأنه من الادب يعني. ايوه هو من الادب، بس هو عمل لك هون اللي فاهم اللي فاهم غلط يعني. ما عليك يا مره. عشان كذا انا ضحكتني، تعرف ليش؟ ضحكتني لأن قلت في استخدمها يعني literally يعني. Yo, and that was the end of the video. Thank you so much for watching. لا تنسوا subscribe and like. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا بهالحلقة، يعني أنا صراحة كثير ضحكت يعني كان فيها كثير تفاعل، ومثل ما أنت شفت يعني Thank you so much. أكيد أكيد وأكيد رح تسألني كم لايك نحن لازم نجيب بهذا الفيديو، كمان مليون نفس عدد السبسكرايبرز اللي أنا يعني بتمنى لك على أوف. Thank you so much إبراهيم for coming and I really appreciate it. بسبب نحن بناخذ احتياطات نغسل إيدينا قبل ما يجي كورونا، نحن كنا نغسل إيدينا ونتوضى 5 مرات باليوم، أوكي؟ فلا تبعد تتخلصوا. والله thank you so much for coming وصراحة I really appreciate. Thank you so much for watching again. Once again. سلام. سلام.